بالعاصمة اللبنانية بيروت ولد الطفل اللي اسمه جهاد الأطرش ب 21 كانون الثاني من سنة 1943. كبر الطفل على أحلام كبيرة، كان طموحه الطيران، كان يتمنى يشوف العالم من فوق بين الغيوم بعيد عن هموم الأرض. بس القدر كان كاتب لجهاد قصة تانية، قصة مليانة فن، صوت وإبداع. من طفولته كانت السينما الأوروبية والأفلام الأمريكية جزء من يومياته. المدرسة كانت تعرض أفلام من الغرب، ومن هون بلشت تتشكل ملامح عشقه للتمثيل. كان مش بس عم يحضر الأفلام، بل كمان كان يكتبها. تخيل إنه بأول عمره كتب مسرحية بعنوان تضحية أم، وحكى فيها عن تضحيات والدته يلي ربته مع إخوته بعد وفاة والدهم. تخلى جهاد عن حلمه بالهندسة الميكانيكية بعد ما درسها واشتغل فيها لثلاث سنين، وكان قراره النهائي هو إنه الفن طريقه. دخل الإذاعة اللبنانية سنة 1959، وكانت هيدي أول خطواته الفنية. وقف قدام الميكروفون بإحساس وحب، فقدم أدوار صغيرة بالبداية، بس صوته الفريد جذب المخرجين لإعطاءه أدوار أكبر. المخرج اللبناني شكيب خوري كان أول من دفعه إلى الأمام لما أسند له دور البطولة بالمسلسل الإذاعي الملك بن ديزن يلي انعرض برمضان، وكان هيدا هو المؤشر الأول على انطلاقته الحقيقية. صوته الرخيم يلي قادر يحكي قصص وحكايات بأداء ساحر خلى الناس يتذكروا قبل شكله. صار اسمه ملازم لشخصيات أدبية وتاريخية كبيرة بالإذاعة. وبأوائل الستينيات دخل جهاد عالم التلفزيون، طلع علينا من خلال عمل بعنوان ابن شارع، وتدرج بأعماله مع فرقة تلفزيونية ضمت نخبة من الممثلين، وبلشوا يقدموا مسلسلات أدبية. نجاحاته بالتلفزيون فاقت التوقعات، فصار بطل شاشات لبنان والعالم العربي، وقدم أعمال خالدة مثل مسرح الحياة، أسود وأبيض، وحكمة المحكمة. ولكن إذا كان في محطة بتعتبر الأكبر بتاريخ جهاد، فهي بدون شك دبلجة شخصية دوك فليد بمسلسل جريندايزر. هالعمل الكرتوني يلي عرض بآخر السبعينيات وبداية الثمانينيات صار جزء لا يتجزأ من ذكريات طفولة أجيال كتيرة. صوت جهاد الأطرش صار معروف بكل بيت، وهو اللي صنع الأثر الأكبر. كان صوته رمز للقوة والبطولة، ورغم مرور أكثر من 50 سنة على عرض جريندايزر، صوته بعده محفور بذاكرة الناس. ولكن هالصوت ما بقي محصور بجراندايزر بس، جهاد دبلج شخصيات كتيرة مثل النبي زكريا، الإمام الحسين، أبو بكر الصديق، وقدم بهالصوت النقي عدة أعمال كرتونية شهيرة. من خلال المسرح قدم مع كبار المسرحيين مثل ريمون جبارة والرحابنة مسرحيات زي الفارس والقديس شربل. جهاد الأطرش مش بس نجم على الساحة الفنية، بل كمان كان رجل عائلة. تزوج من سيدة لبنانية أسترالية وعاش معها فترة بأستراليا، ولكنه ما قدر يتحمل البعد عن لبنان رغم حصوله على الجنسية الأسترالية، فرجع على وطنه ليكمل مسيرته الفنية. ولما سئل عن أستراليا كان يقول إنها من أجمل بلدان العالم، بس الفن كان عم بيناديه من لبنان وما قدر يبعد عنه. ورغم أنه جهاد الأطرش كان معروف بموهبته بالتمثيل وبالصوت، إلا أنه كان عنده حلم بالغناء. كان عنده صوت مميز، وحتى الفنان فريد الأطرش وعده أنه يعلمه الموسيقى ويساعده يدخل عالم الغناء، لكن للأسف هالحلم ما تحقق، وذلك بسبب حادث خطير تعرض له ومنعه من إكمال مشواره بالموسيقى. كان جهاد يقول أنه ما قدر يفهم النوتات الموسيقية من بعدها. جهاد ما توقف عند الفن فقط، بل كان عنده دور نقابي. سنة 2020 ترشح لمنصب نقيب الممثلين بلبنان، وواجه تحديات كبيرة، خاصة خلال أزمة فيلم أصحاب ولا أعز اللي أثار الجدل وقت عرضه. جهاد كان أول المدافعين عن النجوم المشاركين بالفيلم، وهو مؤمن بحرية الفن والتعبير. بس الظروف السياسية والاقتصادية بلبنان وقفت عقبة أمام طموحاته النقابية، ومع توقف عدد من الأنشطة الفنية كان جهاد عم يتأمل إنه الأمور تتحسن حتى يقدر يكمل مشاريعه. جهاد الأطرش مش بس فنان، هو رمز من رموز الفن اللبناني والعربي.
قدم أكثر من 40 عمل تلفزيوني، عشرات المسرحيات والعديد من الأعمال الإذاعية والدوبلاج. صوته كان وبعده حاضر بذاكرة أجيال، وأثره الفني ما بينمحى بسهولة. حياته كانت مليانة بالعطاء، فحتى بعد تحقيقه نجاحات كبيرة بالإذاعة والتلفزيون ما توقف. كان عنده رغبة دائمة بتطوير نفسه وتقديم الأفضل. التمثيل بالنسبة له كان أكثر من مجرد مهنة، كان رسالة. رسالته كانت أنه يوصل فن راقي وهادف، وكان دائما يحرص على تقديم أعمال تترك أثر مش بس لحظي بل طويل الأمد. ووحدة من أبرز ميزات جهاد هي قدرته على التكيف مع تطور الزمن والفن، ورغم أنه بدأ مسيرته الفنية بزمن الأبيض والأسود قدر يكون حاضر وقوي حتى بالأعمال الحديثة، وهالشي ظهر من خلال مشاركته بأعمال تلفزيونية معاصرة مثل الهيبة وتشيلو، واللي كانت من الأعمال الدرامية اللي جذبت اهتمام الجيل الجديد. بمقابلاته كان جهاد يحكي عن فترة جراندايزر بحنين كبير. كان يقول إنه نجاح الشخصية فاق كل التوقعات، وأنه رغم مرور عقود بعد الناس بتطلب منه يعيد جمل مشهورة من الشخصية اللي أدى صوته، وكان يعتبر أنه جزء من نجاح جراندايزر بيرجع لصوته اللي قدر يلامس مشاعر الناس ويعطي البطل الكرتوني روح حقيقية. وبعيدا عن الأضواء كان لجهاد الأطرش حياة عائلية هادية مع مرته اللبنانية الأسترالية وبناته الثلاثة، ورغم أنه عاش فترة قصيرة بأستراليا مثل ما ذكرنا ما قدر يتحمل الغربة وقرر يرجع على لبنان. وكان يقول أنه رغم جمال أستراليا بيضل لبنان الروح، وهو المكان اللي بيشعر فيه بالانتماء. كان لجهاد ارتباط عميق بعائلته، وهو بيقول دايما أنه نجاحه الفني ما كان ممكن يصير بدون دعم مرته وأولاده. هالروح العائلية كانت واضحة بحياته الشخصية، وكان هو بيعتبر أنه تربية بناته وحدة من أعظم إنجازاته. نجاحات جهاد الأطرش ما مرت من دون تكريم، فحصل على جوائز عديدة تقديراً لإسهاماته الفنية، منها الجوائز الفضية والذهبية من اتحاد الإذاعات العربية والتلفزيون، كما تم تكريمه أيضاً بجائزة الميركس دور عن مجمل أعماله الفنية بسنة 2023، تقديراً لعطاءاته اللي استمرت لأكثر من نصف قرن. وهالتكريمات مش بس دليل على نجاحه الشخصي، بل على أنه فنه كان له مكانة خاصة بعالم الدراما والإذاعة والدوبلاج. اليوم وبعد مرور أكثر من نصف قرن على بدايته الفنية، بيبقى جهاد الأطرش واحد من أعظم الأسماء بعالم الفن اللبناني والعربي، سواء من خلال أدواره الإذاعية أو التلفزيونية أو الدوبلاج، قدر أنه يحفر اسمه بقلوب الناس. جهاد مش بس فنان، هو مدرسة بأخلاقه وإبداعه وشخصية لا يمكن نسيانها بسهولة. قصته هي قصة كفاح وأصرار وحب للفن وللناس. كل واحد منا اللي تربى على صوته بجراندايزر أو شاف أعماله بالتلفزيون بيعرف قديش هالشخص ترك أثر كبير بحياتنا وذكرياتنا.